من أحيي والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الإكس راي الخاصة بالأيدنتيفيكيشن، وإحنا ما عندناش أي إكس راي تانية، يعني هي كلها عن البونز زي الأبر لمب واللور لمب والبلفيك بون والهايويد بون. طيب السؤال بتاع الإكس راي ده هيجيني إزاي؟ أول حاجة هيقول لي يا إما منشن حاجة معينة، طبعا الإيدج، يا إما كومنت على الإكس راي اللي قدامك دي. طب انا عشان اعمل كومنت على الاكس راي هعمل كومنت ازاي؟ اول حاجه المفروض مطلوب مني ان انا اعرف الريجن اللي قدامي دي فين بالظبط. تاني حاجه الفيو اللي قدامي، هل هو لاترال، هل هو انترو بوستيريور، هل هو بوستيريور انتيريور. طيب تالت حاجه احدد انا مثلا اللي قدامي دي upper end of humerus ولا دي lower end بتاعه الفيمر ولا ايه بالظبط. اخر حاجه خالص ان انا اكتب الدايجنوزس بتاعي، والدايجنوزس بتاعي هو الايدج، ما انا اصلا جايب الصوره الاشعه دي وهدفي كله ان انا اعرف منها الايدج. طيب نبدا بقى كده في شويه نوتس هقولها قبل ما ابدا الاشعه. ايه النوتس دي؟ بيقول لي لو انت جالك الريست او الشولدر جوينت يبقى انت كده الفيو بتاعك بوستيرو انتيريور، يبقى اي ريست جوينت او اي شولدر جوينت هشوفه قدامي لازم اكتب ان الفيو بوستيرو انتيريور، اي حاجة تانية هتبقى انتيرو بوستيريور الا بقى الحاجات اللاترال، واللاترال ده بيبقى واضح مش هيلخبط، اللي بيلخبط بس هو الانتيرو بوستيريور والبوستيرو انتيرو. فلو حفظت ان الريست والشولدر دول دايما بوستيرو انتيرو خلاص انا كده مش هتلخبط. طب اللاترال، اللاترال يا اما الصورة هتبقى واضحة قدامي قوي ان هي لاترال، يا اما بتيجي مع صورة تانية. انا حتى كاتبة نوت ايه، لا تنسيها مع الصورتين. يعني ايه لا تنسيها مع الصورتين؟ عندي صورة في الاشعة مش بيبقى جايب لي فيو واحد، لا ده بيبقى جايب لي اكتر من كذا فيو في الصورة الواحدة في الاشعة، فبالتالي لازم احدد اللي في الجنب دي مثلا لاترال واللي في الجنب دي مثلا سواء بقى بوستيريو انتيريور او انتيريور بوستيريور. هنشوف. طيب عندي ملحوظتين بقى، ثلاث ملحوظات كده عن الالبو جوينت والهيب بون والهايويد بون. الالبو جوينت عندي لما اشوفه ان شاء الله يا اما هلاقيه كله مفتوح فبالتالي هو اقل من 14 سنة، يا كله هيبقى مقفول اكتر من 17 سنة. بقول كده ليه؟ عشان ما تلخبطش، عشان لو جيت مثلا خدت بالي ان اللي هو اند بتاعت الهيومنس لسه مش كلها يونيون وواضح قوي ان هي مفتوحة، من غير ما ابص حتى على الراديوس والان خلاص انا كده عرفت ان هو اقل من 14 سنة. طب لو ركزت ولقيت مثلا ان اللور اند بتاعت الهيومنس مقفولة وركزت برضو على الحاجات الباقية ولقيتها مقفولة خلاص اكتر من 17 سنة، فانا ما عنديش الا الاحتماليتين دول. الهيب بون اول حاجه ببص عليها هي الاليا كريست، لقيت الاليا كريست مفتوحه يبقى اقل من 23 سنه، طب مقفوله يبقى اكتر من 23 سنه. وعندي كمان صوره برضو للهايد بون بس للاسف هي مش موجوده معايا دلوقتي، ان شاء الله لو قدرت اوصلها هبقى انزلها مثلا في اي حاجه يعني خاصه بالموضوع ده. الهايد بون عندي يا اما مفتوحه، مفتوحه هلاقي ايه؟ هلاقي البادي مش متصل بالجريتر هورن كده، وهلاقي ما بينهم شرطه كده سودا بتبين ان هو مفتوح لسه، فاقول عليه ان هو اقل من 40 سنه. طب لو كانت مقفوله وشكل الهايويد بون بشكلها الطبيعي واضح عندي وكلها بيضه هتبقى اكتر من 40 سنه. جينا لنقطه مهمه وهي دي اللي هنبدا بعدها ان شاء الله الفيديو بتاعنا بالصبح، وهي ايه؟ دايما البون بيديني في الاشعه لون ابيض، فبالتالي العظمه كلها لو مقفوله هتديني اللون الابيض بتاعي المميز، وهيبقى باين كل الابعاد بتاعتها والاندس بتاعتها كلها ملحومه وكلها لونها ابيض. اما لو كان في حاجه في الاندس دي مفتوحه هيبان فيها شرخ اسود، واحنا متكلمين على موضوع الشرخ ده بنشوفه حتى في الطبيعه، فما بالك بقى لما تشوفيه على الاشعه بيبقى واضح قوي ان في شرخ اسود في وسط العظمه البيضه دي. طب نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم باول صوره. الصوره دلوقتي هتكلم عن الكومنت، سيبك بقى من المنشن والكلام ده، احنا هنتكلم هنا في الكومنت. اول حاجه الصوره اللي قدامي على ريجون الشولدر جوينت، تاني حاجه هي شولدر يبقى بوستيرو انتيريور فيو، وعشان كده انا استفدت من غير بقى ما اقعد ابص هي بوستيرو انتيريور ولا انترو بوستيرور والكلام ده، لا على طول انا حافظاها انها لازم تبقى بوستيرو انتيريور فيو. طب انا شايفه اند ايه بالظبط قدامي؟ شايفه الابر اند اوف هيومرس بس، مش هتكلم عن اي حاجه تانية انا شايفاها غير الابر اند اوف هيومرس. طب هحدد الايدج ازاي؟ لو جينا بصينا على الصوره اللي على الليفت هنلاقيها ايه؟ العظمه واضحه قوي انها كلها هي مقفوله، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي شرخ اسود ولا اي حاجه، يبقى كده اكتر من 20 سنه.
طيب واللي قصادها، اللي قصادها برضه شولدر جوينت، وسط انتيريور ريو والابر اند اوف هيمس وكل الحاجات دي. هحدد الايدج، بصيت عليها كويس لقيت برضه مفيش عندي لا شرخ ولا عندي فيها اي حاجه، فبالتالي اكتر برضه من 20 سنه. طب انا دلوقتي لما اجي على الصوره اللي بعدها، الصوره اللي بعدها دي برضه عن الشولدر جوينت، بوست انتيريور ريو وابر اند اوف هيمس. طب السن بتاعها هيتحدد ازاي؟ لو قربت الصورة كده حاجة بسيطة هلاقي عندي شرخ اسود داخل لجوه، كأنه ماشي 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 وقام داخل بالقلم لجوه وقام مكمل تاني رسم في العظمة. طيب ايه ده؟ معناها ان ال upper end بتاعة الهيومرس دي او الهيد يعني بتاعة الهيومرس لسه ما مسكتش في الشافت، معنى كده ان سن الشخص ده اقل من 20 سنة. عرفنا بقى ايه الفرق في الصورة؟ واضح قوي ان في شرخ هنا اسود بيدل ان السن اقل. طب نيجي على صورة تانية وعلى جوينت تاني، اصلا الالبو جوينت اللي قدامي ده، الصورة اللي على الليفت دي ده لاترال فيو للالبو جوينت، واضح جدا وانا قلت ان اللاترال ما يلخبطناش. طيب هتكلم عن الاندس بتاعته، خلاص اللي هو اند اوف هيومس وابا اند اوف النا فيديوس. الايدج بتاعه لو بصينا كويس هنلاقي واضح قوي ان الالبو جوينت يعني كله يونيون ومفيش اي فواصل فيه، ولا فيه اي شرخ اسود ولا شرط سودا ولا اي حاجة، فبالتالي هقول ان هو اكتر من 17 سنة. انا ما عنديش احتماليات غير يا اما مقفول يا اما مفتوح كله يعني. طيب الصورة على الرايت دي الالبو جوينت برضو بحدد ان هو انتروبوسير فيو، ما عادش بقى عايزة اقول ايه الاسطمبة بتاعتنا دي. الايدج هحدده ازاي فيها؟ الايدج هلاقيه لو بصينا كويس جدا هنلاقي قدامي ان اللور اند بتاعت الهيومرس اللي فيها شرطة سودة كبيرة جدا، تقريبا فصلها لي قطعة، لسه في قطعة اصلا ما حصلهاش يونيون مع اللور اند بتاع الهيومرس، وفي قطعة برضو لسه ما حصلهاش اند مع الريديوس. ولو جينا بصينا برضو كويس على اللاترال فيو اللي في الجنب ده هنلاقي برضو ان لسه فيها شرخ اسود كده، ولسه مقربوش كده من بعض زي ما في الصورة التانية شايفين مقربين جامد، الجوينت نفسه مقرب جامد ازاي. فبالتالي الصورة اللي على الرايت هتبقى اقل من 14 سنة، لكن الصورة اللي على الليفت اكتر من 17 سنة. طيب نيجي على الصورة اللي بعدها ودي فيها الهاند والريست ريجن. بالنسبة للهاند والريست ريجن طبعا طالما فيه ريست يبقى بوستر اند ريفيو، وخلاص عرفنا انها لور اند اوف النا ريديوس. هنعرف السن بتاعها ازاي؟ انا عندي الهاند بتقفل المفروض عن 18 سنة والريست هيقفل عند 20 سنة، يبقى انا بص على الريست ما بصش على الهاند، وانا ما عنديش في الصورة دي الا احتمالية واحدة ان الريست هيبقى مقفول. عادة في الصورة اللي بيبقى جاي فيها هاند وريست لازم الريست يبقى مقفول. طيب برضو ما نعتمدش على الكلام ده، ما احناش ضامنين يمكن يجيبوا لنا حاجة جديدة المرة دي. طيب انا دلوقتي لما هاجي ابص اهوت على الريست اول حاجة لان طبعا السن الاكبر، هاجي ابص الاقيه مقفول مفيش اي شرط سودة فيه والفيو بتاعي كله أبيض، فبالتالي هقول إيه؟ إنه أكتر من 20 سنة. طيب ده بتبقى واضحة قوي على فكرة لما الريست بيبقى مفتوح لسه بتبقى واضحة، وهنشوف في الصورة دي. الصورة اللي على الليفت دي شايفين ده عن الريست جوينت، وبرضه هقول إن هو بوستر أنتر فيو، واضح قوي إن هي مفتوحة، شايفين مفتوحة جدا يعني اللي هو انت بتاعت الريديوس والقلنة لسه في قطع ما لزقتش فيهم، فبالتالي المنظر ده اقول عليه ايه؟ ان هو اقل من 20 سنة. طب المنظر اللي على الرايت ده، ده وراني الفلانجيس اقول انها هاند ريجن طبعا انتو بسوري لانها لا شولدر ولا ريست، وفلانجيس قدامي وواضح ان هي لسه ما قفلتش، بقول ان هي اقل من 18 سنة، اهي واضحة قوي ان في لسه قطعة ما لزقتش في الفلانجيس وادتها شكلها الكامل. نيجي بعد كده على الهيب جوينت. الهيب جوينت هو انتروبوسير فيو برضو، وهقول ان العظم اللي انا شايفاه هو الاليوم والسكرم، لها ممكن ازود مثلا حته الابر اند اوف فيمر عادي مش مشكله. طيب نقرب كده شويه من الاليك كريست علشان نشوفه، اهو قربت كده حاجه بسيطه، ادي الابر اند اوف اليك كريست بالمنظر ده. هلاقي ماله بقى؟ هلاقيه مفتوح، في لسه شرخ اسود فيه او شرطه سودة فيه من فوق اللي عليها السهم، حتى هو مش هقولك بالسهم. طب لو هي كانت مقفوله كنت هلاقيها بيضه، بيضه بياض ناصع وواضح ما يلخبطنيش، انما هي هنا مفتوحه، فبالتالي هقول اقل من 23 سنه، لان لونها لسه مش ابيض كده وفي حته سودة وواضح ان لسه في قطعه ما لحمتش تماما. ده بالنسبه للهيب جوينت. نيجي على الني جوينت.
الني جوينت جميل برضه على فكرة وسهل وهنفهمه زي اللي فات بالظبط. عندي الصورة اللي على الليفت دي، الصورة اللي على الليفت باين قوي طبعا انتروبوسير فيو، وعرفنا الاندس اللي قدامنا هنبقى نكتبها. هحدد الايج ازاي؟ واضح قوي 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 ان الاند بتاعت الفيمر ان لسه في حتة فيها كبيرة قوي ما لحمتش اصلا في البادي، يعني اللور اند بتاع الفيمر لسه ما لحمش في البادي واضحة جدا. طب ازاي؟ انا عندي اللور اند اوف فيمر شايفين من تحت كده لسه في شرخ اسود كبير او شرطة سودة كبير قوي موجودة، مخلياني اقول ان اللي قدامي ده اقل من 21 سنة. طب انتي شفتيها في التيبيا ولا شفتيها في الفيبيولا؟ ما شفتهمش، بس طالما في واحدة مفتوحة بالشكل ده يبقى هي اقل من 21 سنة، لان التانيين برضه بيقفلوا عند 21 سنة. فخلاص مجرد ما شفت اللي فوق مفتوح يبقى هي اقل. طب الصورة اللي على رايت قدامي دي عرفت فيها ان هي الني جوينت، وعلى فكرة الني جوينت ما يلخبطنيش مع القلب لان ده واضح قوي وده واضح قوي كمان، يعني تأكيدا ان اللي قدامي في القلب في الني جوينت ده الباتيلا كمان موجود، ودي طبعا مش موجودة في القلب جوينت. هقول هنا انها لاترال وانتروبوسير فيو، عندي الاتنين يبقى لازم اقول الاتنين. بعد كده ايه؟ عندي اللور اند اوف فيمر والابر اند اوف تيبيا اند فيبيلا. خلاص نيجي بقى على الاتش، واضح قوي ان الاندس بتاعت الحاجة اللي انا اللي قدامي من العظم اللي انا قلته ده واضح جدا ان هي لونها ابيض ومفيش اي حاجة فيها لسه ما حصل لهاش يونيون، مفيش عندي اي شرط سودة بتدل ان في مثلا مال يونيون لسه او الابيفيزس مش ماسكة في بعضها، لا كله ماسك في بعضه وواضحة قوي، يعني فرق ما بين الصورتين واضح وصريح. فبالتالي اللي على الليفت دي اقل من 21 سنة لان الشرطة السوداء دي واضحة قوي، واللي على الرايت دي اكتر من 21 سنة. نيجي على الانكل جوينت وان شاء الله ده هيبقى اخر حاجة. يعني الانكل جوينت ده قدامي انتو بستيريو فيو شايفة فيه ايه؟ اللور اند اوف تيبيا وفيبيولا وكالكانيوس وديلس وكوبويد. اكتر من 18 سنة، ليه اكتر من 18 سنة؟ لو قربنا الصورة شوية كده هنلاقيها برضه ملحومة كلها ومفيش أي شرط سودا داخلة لجوه أو يعني أي حاجة معطلة العظمة إنها تبقى واخدة شكلها الطبيعي اللي لونه أبيض. طب تعالوا كده آخر بقى صورة معانا في الأنكل جوينت، عندي الصورتين اللي جنب بعض دول. خلينا كده على بتاعة الليفت، الأنكل جوينت فيها ماله؟ عندي لاترال فيو فيه وعندي أنترو بوستيريور فيو، بيقول ان هو اقل من 18 سنة. عرفنا منين ان هو اقل؟ لو قربنا الصورة كده حاجة بسيطة قوي هنلاقي ان لسه فيه حتى هو مش شوالي بالاسهم، في شرخ كده اسود او شرطة بيضة معرفاني ان اللور اند بتاع التيبيا لسه ملحمش مع البودي تماما واداني الشكل اللي وصلنا في الصورة التانية. شايفين لونها ابيض واضح جدا، انما دي لا، ده في حتة كده لسه ما ادتنيش اللون، تحس ان في حتتين كده مفصولين عن بعض، حتى الميديال مانيولس قدامي تحس فعلا ان هو كان ماشي بالقلم ماشي 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 وقام داخل لجوه وطالع مكمل بقى الميديال مانيولس. تمام، يبقى انا كده عندي ان اللي على الليفت دي اقل من 18 سنة. طب اللي على الرايت واضحه قوي انها لونها ابيض وواخده الشكل بتاعها المناسب، يعني واضحه جدا وصريحه، فبالتالي هلاقيها اكتر من 18 سنة ومفيش فيها اي حاجه داخله لجوه سودة او ما فيهاش اي شرطه سودة ولا اي حاجه، فبالتالي اكتر من 18 سنه. وكده الحمد لله نبقى خلصنا عندنا الاشعه. كل اللي انا عايزه اعرفه الكومنت بتاعي هيتعمل ازاي، تاني حاجه اعرف ال دايجنوزس بتاعي الايدج هيبقى عامل ازاي. وربنا يوفقكم يا رب. ثانك يو.